الحقيقة أنا في غاية السعادة من هذا الحضور الكريم الكبير لهذه القامات اللي أنا بعتز بيها وبحضورها وبزمالتها وأيضا بأستاذيتها. فأنا من الجيل الذي تعلم من جيل الأستاذ فوزي السخاوي واستفاد من هذه القمم التي كانت وما زالت تؤدي بأقدار مختلفة دورها في دعم المحاماة وفي إنصاف المحاماة وأيضا في الدفاع عن المحاماة. وأنا شخصيا مدين في موقفي أو مواقف نقابة المحامين الأخيرة تجاه ما يحدث عليها من هجمات وعدوان واحتلال لما تعلمته ولما استفدته من عبر ودروس من جيل العماليق الذي يعني أشرف أو شرفت بالاقتراب منه. المحاماة بالقطع في جزيرة في بحر واسع من المشكلات، والمحاماة شأن الوطن فيها كل مشكلات المجتمع، فيها كل المشكلات، فيها مشكلة التعليم، فيها مشكلات الاقتصاد، فيها مشكلات السياسة، فيها كل الأخطاء اللي المجتمع بيمارسها كل يوم. فمحدش يحمل المحاماة ولا حتى قيادات المحامين أكثر مما تحتمله المضامين الحقيقية. يعني ما فيش نقابة في تاريخها حتى اليوم تستطيع أن تتحكم في أعداد المقبولين في نقابة المحامين. إحنا بيجينا كل الخريجين اللي واخد لسانس حقوق ومعاه شهادة حسن سير وسلوك وصحيفة حالة جنائية وشهادة من محامي يقول له أنا هقبل تدريبك إيدي، سواء كان هذا الذي يريد أن يقيد يريد أن يعمل بالمحاماة أو ينوي الاستمرار في المحاماة أو لا ينوي ويتحول بمجرد قيده إلى صاحب حق، شأن وشأن كل المحامين يتساوى هذا الذي جاء اليوم بالأستاذ فوزي السخاوي هم زملاء بقى خلاص، ويقول أكثر مما يقوله شيخ المحامين أو شيوخ المحامين ويتقدم أكثر مما يجب في مقتضيات لا يجوز الاقتضاء فيها. لكن الحقيقة احنا عندنا مشكلة. قبل ما هتكلم في الخصوصية المعارك اللي احنا خضناها بشكل عام ما كانش مش من المقبول ولا من المنطقي انه الدولة كل ما تفكر تعمل كلية حقوق تاخد فيها اعداد لا تستحقها او لا يستحقها المجتمع ولا يريدها المجتمع ولا لهم دور ولا قيمة في المجتمع. شك ماشي الحمد لله ادينا لينا واحد معانا الحمد لله. شك شكرا. ما ينفعش يفكر اي وزير حتى الجامعات الخاصه النهارده تقعد تبزنس وتدور على كليات. فاحنا بنعاني من كثافة عددية. هذه الكثافة أثرت أو دفعت بكثير من المشكلات اللي احنا بنعاني منها. يعني مشكلة التزاحم العددي، وأنا بقول التزاحم العددي من المحامين مش غير المشتغلين، لسه ما وصلتش لغير المشتغلين، أدى إلى أنه طبقا لقواعد العرض والطلب عدد المحامين الموجودين في سوق العمل أكثر من قيمة وعدد الاحتياج القانوني لهم سواء في المكاتب أو في سوق العمل. بمعنى أكثر تحديدا كل مكتب محامي طاقة عمله مثلا 10 محامين مش هيقدر يتحمل 20 إلا إذا أعاد توزيع ما ينفقه على 10 على 20 عشان
علشان يحل المشكلة، وده اللي بيحصل النهاردة في سوق العمل. أدى إلى إيه؟ أدى إلى إنه في كثرة من الشباب تعمل ولا تنال حقها، تنفق وتجهد نفسها ولا تنال إلا القدر اليسير. فبقى في مشكلة، بقى في مشكلة أنا لازم إن حد يحدد لي حد أدنى للمكافأة الشهرية مثلا، وأعتقد إن أنتم ممكن تكونوا أثرتوا هذا الكلام. طيب المحامي هيدفع ده إزاي؟ مش هيقدر يدفعه. محامي صاحب المكتب، النقابة هتدفع، تنوب عنه في الدفع أيضا لا تستطيع. المشكلة الحقيقية إن إحنا لازم نقفل الأول هذه يعني هذه الاندفاعة، هذه الماسورة اللي بتضخ خريجين لكليات الحقوق، علشان نقدر نعد حساباتنا ونعيد حساباتنا. نقفلها بضوابط. احنا حاولنا في مع التعليم العالي ومع مجلس الاعلى للجامعات ومع كل المسؤولين، قللوا اعداد كليه الحقوق ولا حد بيسمع، قللوا اعداد المقبولين في كليات الحقوق ما حدش بيسمع. فاحنا قررنا في قانوننا الجديد اللي مقدم في البرلمان ان احنا نعمل حاجه اسمها اكاديميه المحاماه. ايه اكاديميه المحاماه دي؟ اكاديميه المحاماه هذه جهه علميه مستقله تابعه لنقابه المحامين. اللي عايز يدخل نقابه المحامين لازم ينجح فيها الاول. الاول يعني ما ينفعش تبقى خريج حقوق النهارده جاي وتقول يلا بينا نروح نقابه المحامين فنقدم في نقابه المحامين فتقبل. لا، مش هيحصل. طبقا للقانون الجديد لازم تجتاز مدة سنتين دراسة في هذه الأكاديمية وتاخد دبلومة إذا كنت عايز تشتغل محامي، إذا كانت المحاماة عجباك، إذا كنت مصمم بسبق إصرار على إنك تبقى محامي هتخش وهتجتهد وأنت اللي هتنجح وهتجيلي. إنما أنت داخل تتفسح على نقابة المحامين أو داخل تعملها ترانزيت مش هتروح أصلا، وإذا رحت مش هتنجح. يبقى أنا استطعت أن أحقق حجاب حاجز بين المندفعين او خريجي كليات الحقوق غير المنتمين للمحاماه او غير الراغبين في الانتماء بالمحاماه وبين المحامين الحقيقيين اللي موجودين في السوق. انا سوق العمل الان يحتاج الى حوالي 70% من الموجودين حاليا المقيدين حاليا عشان نبقى منصفين يعني. فالاكاديميه دي طبقا للتعديل هيبدا سريان احكامها ابتداء من 2020 علشان ندي فرصة لمن يقدم على كلية حقوق، يعني اللي هيدخل الدفعة اللي هتدخل كلية حقوق السنة اللي جاية هيطبق عليها القانون. مش هتدخل نقابة المحامين إلا إذا اجتازت هذه الأكاديمية. هذه واحدة. اتنين، احنا ده لا يكفي، مش هيكفي، مش هيحل الإشكالية. لكن اللي بيحل الاشكاليه اللي احنا المعركه اللي احنا خضناها، معركه تحرير نقابه المحامين من غير المشتغلين، ومعركه صد العدوان عن نقابه المحامين من التعليم المفتوح. تحرير نقابه المحامين من غير المشتغلين خد جهد كبير اكثر وكان مؤلم، حتى للمحامين المشتغلين كان مؤلم. ليه؟ لاننا اضطرينا نحط قيود للاستدلال على الاشتغال عشان اقدر اميز بين المحامي الف وب ده مشتغل فعلا ولا لا. القيود دي ألمت كل الاطراف، حتى المشتغلين تعبوا منها. لكن ما كانش يمكن ابدا اتعامل بمنطق الانتقاء، فاقول فلان انا عارفه محامي فما ما 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 نحطلوش قواعد، ده مش عارفينه، ده معناه ان احنا هنخش في دائره فساد ومش هننجح. فحطينا قاعدة عامة، المحامين كبار راحت وقفت في الجوازات وجابت شهادة الجوازات تحركات، وزعل فيهم كتير، كان زعلان. لكن بعد ما أدرك خطورة المعركة قال أنا دفعت ضريبة صغيرة علشان خاطر ولادي وعشان خاطر أبنائي وعشان خاطر المحاماة. تعب، بذل جهد في أنه يجيب أدلة تشتغل وما حسش بالمهانة، لأنه المحامي الحقيقي اللي بيعشق مهنته ما بيخجلش انه يقف قدام ممكن نيابه او قاضي صغير يترافع، لانه دي المحاماه. وايضا لا يتالم من مشوار او مشاوير يدوسها من اجل تحقيق مصلحه
لصالح موكل لديه. احنا بنقطع مشاوير كثيرة، بنسافر في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، وبنصحى الفجر عشان نلحق المحكمة عشان خاطر قضية في جنحة قد كده، بغض النظر عن أتعبها، لكن في النهاية لأنك مؤمن بأنك لابد أن تحقق الدفاع عن قضيتك، لما يبقى هذا الجهد مبذول لصالح نفسك أعتقد أنك مش خسران، أنت كسبان. وإحنا في هذه الجزئية كسبنا مكسب كبير جدا. العدوان أيضا أو المحاولة العدوان على نقابة المحامين من التعليم المفتوح أيضا كان مكلف في الجهد، ومكلف أيضا في التعامل مع نوعيات استخدمت هؤلاء في قضايا ضدنا وضد نقابة المحامين عشان تصفي حساباتها، عشان تحقق مكاسب انتخابية، علشان تبان إنها ديمقراطية ومش عارف إيه وسيادة القانون وكلام من اللي تعبونا بيه علشان يغطوا الدافع الحقيقي والحافز الحقيقي. أنا في نقابة المحامين مش محتاج تعليم مفتوح. ليه؟ لأن التعليم المفتوح ده اتلغى. اتنين، التعليم المفتوح ده أسوأ نظام تعليمي في مصر، في تاريخ مصر، وده معروف انه مفيش دراسة حقيقية، مفيش امتحانات حقيقية، في اجراءات شكلية، ناس بتدفع فلوس بتاخد الشهادة، هما خجلوا منه وسحبوه خلاص ما عادش موجود. بقينا بنتعامل مع الدفعات القديمة اللي اتخرجت، ودي بقت مقاومتها اسهل. المعركة اللي احنا خضناها دي، حد من محامين هنا قال لي، واعتقد كانت في المنوفية وانا خارج، قال لي ما تقولش احتلال بس وعدوان بس، قول دي معركة تأميم المحاماة. قلت له فعلا احنا أممنا المحاماة، زي ما مصر أممت قناة السويس اللي كانت مش بتاعتها وكان واخدها وخاطفها عدو، النهاردة احنا أممنا المحاماة بنفس القدر، بنفس المشاعر استرداد الحق والمحافظة عليه والتمسك به وحمايته، احنا أممنا المحاماة. هذا التأميم صب في صالح المحامين وهيصب كل يوم في مصلحة المحامين. النهاردة أنا آخر بيان عندي واصل على الموبايل في النقابة اللي سددوا 2019 واللي استخرجوا كارنيهات 2019 145,000، منهم حوالي 20,000 جدول عام، وحوالي 15,000 قطاع عام، ومنتظر انه يزيد في الشهر الحالي لغاية 31 مارس يمكن نصل ل 165,000. ده رقم مش كبير بالنسبة للقيود القديمة اللي كانت قبل كده، يعني احنا في 2016 كان اللي لهم اللي مجددين اخر سنة في 2016 كانوا 380,000. 380,000 كان معهم كرنات ان هم محامين، وزي ما انتم شفتهم. طب انتم حاسين شوف الفرق بين 140,000-150,000 وبين 380,000، الرقم الفرق ده انتوا حاسين باختفائه من وسطكم؟ حاسين انه في محامين اختفت؟ حاسين انه في محامين اتمنعت انها تمارس المحاماه؟ احنا ما حسيناش انه حد غاب، ده معناه ان احنا نجحنا، ما حرناش محامي حقيقي، لكن ده مش معناه انه العدد ده كله برضه محامين مشتغلين، لا، في ناس عرفت تضحك علينا، قدمت ورق مزور، قدمت شهادة مزورة، قدمت بيان مش عارف ايه، واحد منحرف عمل كذا، ده وارد، وانا بقول اهو ده وارد، لكن بقول لكم كمان احنا هذه النوعية من الاخطاء مش سايبينها. انا مشكل لجنة خاصة كل يوم بتطلع عدد، يا اما جايب برنت مزور من الشؤون الاجتماعية، يا شهادة تحركات مزورة، يا توكيل مزور، يا محضر جلسة مزورة. احنا ده مش من المحامين، مش عايزينه ومش هنخليه في صفوفنا، وهنطهر جداولنا يوم بيوم وساعة بساعة. واللي افتكر انه ضحك علينا السنة اللي فاتت وايد وخد كارنيه 18 وجيخ عشان ياخد 98، انه هيتساب، لا مش هيتساب، في اي وقت هنكتشف هذا التزوير وهنكشفه، وده احنا شغالين بآلية دقيقة هنجيبه. بلاغات محامين كتيرة بتدينا بيانات، بتوصلنا معلومات، بتوصلنا. فانما انا مثلا فوجئت مره انه قالوا له في واحد محكوم عليه ومش عارف ايه وجدد 19، لا نجيبه، جبناه وشفناه وطلعناه من جداول نقابه المحامين. مش هنسمح لحد انه يضحك على نقابه المحامين.
مش هنسمح لحد يخدعنا علشان ياخد اموالكم وياخد حساباتكم. احنا بنرجع تاني. يعني ايه تأميم؟ يعني مواردكم رجعت ليكم تاني، ايراداتكم رجعت ليكم تاني. اول شيء حدث نتيجة هذه الاستعادة ان المعاش مش 1600، لا ده المعاش 2000 جنيه السنة دي، المعاش 2000 جنيه شهري بيزيد 5% كل شهر. ومع ذلك احنا طمعانين زي ما قال الاستاذ فوزي انه نزيد ونضاعف هذا الرقم، وان شاء الله هنضعفه مع الشهور القليلة القادمة لما نتثبت او نثبت احوال المحاماة على الاعداد، على الاعداد اللي موجودة النهاردة. احنا لاول مرة في تاريخ نقابة المحامين يبقى فيها فائض، ويبقى فيها فائض ضخم. انا قلت ان احنا تجاوزنا 650 مليون جنيه على اخر السنة. انا بوعدكم ان شاء الله انه هنعلن عن الفائض اللي هيتجاوز مليار جنيه لصالح نقابة المحامين. ده تحقق بعد التنقية، تحقق بعد التنقية. ليه؟ لأنه ال 300 ألف دول، ال 380 ألف اللي منهم 140 ألف والباقي 240 ألف مش مشتغلين، بيعملوا إيه؟ دول بيدفعوا لنا الاشتراك بس، بيدفعوا لنا الاشتراك بس. يا ريت بيقفوا عندهم بيحطوا نقطة. لا، ده هما بيخشوا على العلاج يشاركوك في العلاج، ويدخل على المعاش يشاركك في المعاش. فأصبح كل واحد فيكم زي ما كنت بقول دايما، كل واحد فيكم من المحامين المشتغلين كان بيصرف على ثلاثة غير مشتغلين. ثلاثة بيدفع لهم معاشهم وبيدفع لهم علاجهم. لما نلغي الثلاثة دول المحمولين علينا على المشتغلين بالقطع، الألفين دول هتبقى ستة، والخمسين ألف اللي بنديها في العلاج النهاردة هتبقى 150 ألف. منطقي انه ده يحدث، لانه احنا كمان مش بس داخلين على ميكانة الدمغة اللي ان شاء الله هتبقى هتعم كل الجمهورية ماشيين بيها بشكل مرحلي، لكن على قبل شهرين هتكون كل مصر تحت سيطرة فيما يتعلق بالدمغات الغير قابلة للتزييف ولا تزوير، اللي في النهاية هتخلي مواردنا من الدمغة اضعاف ما كان عليه من السنوات السابقة، الا لما كانت دمغتنا بتتزور ودمغتنا بتتسرق وما كناش بنلحق حاجة. حتى اتعاب المحاماة احنا حاطين نص في التعديل الجديد، نص في التعديل الجديد يحصل اتعاب المحاماة مقدمة، فناخدها مباشرة قبل ما تتوه في غياهب الاحكام وفي غياهب المحضرين وفي غياهب وزارة العدل وفي غياهب وزارة المالية. اللي بيدخل عند الحكومة ما بيتجابش، وللأسف ما عندهمش مش آلية، ما عندهمش معلومة حقيقية، ما عندهمش حصر دقيق. يعني حجم الأحكام اللي صدرت غير حجم الأحكام اللي اتنفذت، مختلفة خالص. يبقى في حاجة غلط، يبقى احنا فقدنا 50% من الأتعاب. ولما الأحكام اللي اتنفذت اللي هي 50% 50% منها توصل لنا و 50% ما توصلش، يبقى اللي بيوصلنا 25%. إذن القضية واضحة، داخلين بأسس علمية بإذن الله هنصل إلى إن احنا نسترد كل أموالنا وكل استحقاقاتنا، علشان مش بس الشيوخ مش يمكن جيل، هذا الجيل العظيم مش محتاج ده، لكن أولادنا محتاجين ده في المستقبل، لأن المستقبل صعب. الحالة الاقتصادية زمان كانت سهلة شوية، كنا قادرين ناس تقدر تعيش وتتعايش وناس بتكفل بعض وقريبة من بعض، لكن النهاردة الحياة قاسية. محدش هينفع حد في هذه المرحلة من هذا الزمان، وبالتالي احنا بقدر الإمكان بنحاول ندعم المحامي لكي يكون قادر على الوقوف في مواجهة الأعباء. ده جزء من الموضوع. الجزء الآخر من هذا العبء، العدد الرقم اللي احنا أزحناه، المزاحمة في العمل اللي بترتب مشاكل في العمل، اللي بتخلي بدل عدد المترددين على النيابة ما يبقوا 10 بيبقوا 30، وبدل ما يروح القسم 5 قسم الشرطة 5 محامين في اليوم بيروح 50، سواء كانوا على سبيل الغلط أو اتخذوا من غرز أو اتخذوا من كمين في الطريق، ويبقى محامي ولابس جلابية ولابس مش عارف ايه، ويقول لك انا المحامي اهو، افتكر طب فين يبعت يجيبوا له الكارنيه من البيت عشان يقول انا محامي، والناس تتصل بقى والفيس يولع في انه في محامي محبوس و و و و ومضروب مثلا في اسم الشرطه او في غيره. للاسف الشديد احنا بندفع فواتير مش بتاعتنا. علشان كده مهم جدا ان احنا نستبعد
العناصر اللي ملهاش علاقة اصلا بالمحاماة واللي اصلا بتنتحل صفة المحاماة بالكارنيه بالخديعة الشكلية اللي خدوها ضدنا علشان نفض السكة بس للمحامين. عشان لما نقول احنا عملنا بروتوكول مع الشرطة يبقى البروتوكول ده قابل للتنفيذ، عملنا بروتوكول مع النيابة يبقى البروتوكول ده قابل للتنفيذ. النهاردة وانا جاي كان في مشكلة في المنيا القمح، يمكن دي اخرتني شوية، كان في قوات شرطة راحت بتعمل ضبط ضبطية جاية من القاهرة، حاجة خاصة بمكافحة مخدرات مش يعني حاجة من المسائل دي. فالشرطة ضربت نار، أصيبت سيارة محامي من طلقة أو من رشة من رشات الماء. طبعا المحامين قامت وقعدت في الموضوع ولابد من التحقيق، اتصلنا بالجهات المعنية، انتقل مدير الأمن وانتقلت القوات عشان تتحقق في الموضوع، تم إيقاف الضابط لأنه ثبت فعلا أنه في إصابة في سيارة المحامي لكنها إصابة غير مقصودة وغير معلومة. المحامي لما شاف الإيقاف ولما شاف حضور الشرطة وانتقلت الشرطة من أول مدير الأمن لغاية أصغر ضابط إلى غرفة المحامين وقالوا إحنا متأسفين وإحنا جزينا الضابط اللي أخطأ هذا الخطأ، ما كان من المحامي إلا أنه أنا هتنازل عن بلاغي ضد الضابط ما دام وصلنا إلى هذه المرحلة المحترمة من العلاقة المحترمة. هي دي المحاماة. إخوانا خلوا بالكم في حاجة مهمة عشان ما تفوتنيش، في أي مكان، وأنا سمعتها من أكثر من واحد، لما بيبقى في كمين مرور أو في كمين مش عارف أمني وواحد يقول له يا فندم ده محامي، فيقول له الكارنيه بتاعه سنة كام؟ إذا قال له 18 أو 19 يقول له سيبه يمشي. ليه؟ لأنهم أدركوا إنه ما بيجددش في الكارنيه المحامي النهاردة بنسبة 99% إلا المحامين. دي قيمة أضيفت لكم وأضيفت لنا ما كانتش موجودة قبل كده. اللي كان موجود كله مختلط ببعضه، والا ما رحم ربي، يعني من رحم ربي مننا في انه يعرف يتصرف لوحده او الناس تعرف تتصرف معاه او على الاقل الاجهزه تعرف تتعامل معاه. اذا احنا ده معركه التنقيه مش بس لها رواتب ماليه وزيادات في المعاشات وغيره، لكن لها مردود معنوي. هو يعني بتزيد من حجم الاحترام في التعامل مع المحامين. احنا كمان معنيين بان احنا نضبط علاقة بشكل صحيح. في مشكلة في الاقسام لازم نعيد تاني تأكيد البروتوكولات اللي اتعملت، وعلى النقابات الفرعية ان تعيد التواصل مرة اخرى مع مديريات الامن ومع اقسام الشرطة وانا بمتابعتي مع الوزارة علشان يحدث الحوار اللي يفض المشكلات الحقيقيه اللي بيعاني منها المحامين الحقيقيين في اقسام الشرطه. ده مش معناه انه ما فيش اخطاء، لا في اخطاء، مش معناه انه ما فيش مشكلات، لا في مشكلات، لكن عندما نواجه المشكله من اجل محامي ما عندناش غضاضه، مش هنزعل، مش هنتضايق، انما حرام انه نقابه المحامين تخوض معركه من اجل غير المحامين الذين ينتحلون المحاماه. حتى على مستوى التقاضي وعلى مستوى النيابة العامة أيضا احنا عندنا بروتوكولات كثيرة معطلة، لابد من إعادة تفعيلها وتنشيطها والعمل بمقتضاها علشان برضو أبنائنا وشبابنا يستريح شوية من مغبة المواجهة. العمل اليومي في المحاكم في النيابات عمل قاسي، علشان كده احنا لما عملنا بروتوكول كان مع المرحوم هشام بركات فيما يتعلق بطلبات المحامين في النيابة، إنها حد في غرفة المحامين يجمع الطلبات من المحامين مننا، نختاره موظف او محامي شاب ياخد الطلبات يطلع يقابل بيها رئيس الالم يسلمها له او لمدير النيابه ويجي اخر النهار ياخدها ويرجعها تاني للمحامين من غير ما المحامي يقف على الباب. المحامي يقف على باب وكيل النيابه ليه؟ يقف يستنى لما وكيل النيابه يفطر ليه؟ يقف لغايه ما التحقيق اللي جوه يخلص ليه؟ يفضل لغايه ما المتهم يستدعى علشان يتحقق معاه ليه؟ اذا امكننا ان احنا ننظم ده هنخلي المحامي مستريح والمحامي باشا في وجوده ويبقى طلبه موجود وهو موجود في غرفته بياخد الشاي بتاعه او بيقرا في موضوعه الى ان يعود الى مكانه ويؤدي عمله بالاصول وبقواعد. دي مش محتاجه يا اخوانا، دي مش محتاجه اختراع. فعندنا ادوات للحلول مش محتاجه الا جهد
محدود من النقابات الفرعية. أنا بحمل مجلس نقابة المحامين في المنوفية أمامكم إنه يفعل، وأنا معاه وفي ظهره البروتوكول التعاون مع الشرطة في التعامل اليومي مع مديري الأمن ومع أمير الأقسام، إنه يفعل بروتوكول النيابة في التعامل على أوراق العرض على النيابة العمومية. إذا استطعنا إن احنا نفك ده هيبقى عملنا أزمة، حلينا أزمة كبيرة جدا تساوي 60 أو 70% من المشكلة. احنا عندنا حل تشريعي كمان حطيناه في القانون الجديد يتعلق، انتوا عارفين في جرائم الجلسات والسب والقصف أمام المحاكم والإهانة لا يجوز القبض على المحامي ولا حبس احتياطي، إنما بتحرم مذكرة وبتعرض. احنا جينا حسينا في فترات معينة إنه أولادنا الشباب اللي في أقسام الشرطة بينفذوا حكم أو بيعملوا إجراء قانوني بيتعرضوا للشكاية من خصوم موكليهم بقصد إيه؟ بقصد تحجيم دورهم في الدفاع، فيوجه له اتهام، لا ده كان بيسرق معاه، لا ده كان بيضرب معاه، لا ده هو اللي إداله الكذا. إذن فيتم التحفظ على المحامي بدل ما هو جاي يترافع يتعرض في النيابة مع باقي المتهمين ويخرج اخر النهار او ما يخرجش حسب الحال. التعديل اللي احنا عملناه انه اثناء اداء عمل المحامي لا يجوز لا قبض عليه ولا حبسه احتياطيا، وانما تقدم البلاغات ضده الى المحامي العام الاول المختص استئنافيا علشان يحقق الدعوه. فانا كده يبقى ابعدنا المحامي عن دائره الانتقام والتشفي اللي بتجري بين الخصوم الانيه، وايضا خليناه يمارس دوره ويكمل مأموريته في الدفاع. اذا كان مخطئ هيبان في التحقيقات، مش مخطئ هتفوت الفرصه على الخصم من انه يضيع عن المحامين او على المحامي دوره في الدفاع. بقي الحديث حوالين التاديب، والتاديب احنا حاطين له معالجه في القانون الجديد. صحيح المحكمه الدستوريه لغت تشكيل المحكمة التأديبية، يعني محكمة تأديبية بتكون من محكمة الجنايات واثنين من أعضاء مجلس النقابة. الدستورية لغت الاثنين فبقت محكمة الجنايات لوحدها. أنا مش شايف إن ده الجوهري، إنما الجوهري إنه يبقى في أدوات في إجراءات تستطيع النقابة قبل أن تصل إلى المحكمة أن تمارسها، محكمة الجنائية أن تمارسها فيما يتعلق بالتأديب علشان نصل إلى حالة انضباط حقيقي. اخر مشكله للشباب، عشان برضو انا مستغرب انه حد يكلمني عن اسكان. انا فاكر ان احنا من السنه اللي فاتت تعاقدنا مع هيئه المجتمعات العمرانيه جبنا 10,000 وحده سكنيه على مستوى الجمهوريه، 10,000 وحده سكنيه مفتوحه. يعني ايه؟ اللي من المنوفيه ياخد في اسكندريه واللي من اسكندريه ياخد في الصعيد. ومع ذلك اللي يقدم من المحامين فيهم عددهم 3,500، 7,000 او 6,500 رجعوا. ليه ما حصلش ده رغم الاعلان ورغم ان احنا نزلنا اعلانات في غرف المحامين والجرايد كتبت والمشروع كان يخص كل النقابات المهنيه، لكن للاسف راحت. احنا هنعيد الكره تاني وهنحاول نجيب شقق بس باسعار افضل. صحيح الاسعار اللي فاتت دي كانت عبقريه، لكن احنا مش هنقدر نعيدها بذات المنطق. لكن اهم ضمانه انها من الدوله، ان الفلوس هتدفعها مع الدوله، انك انت ضامن رصيدك اللي انت هتدفعه، فانت في جهة مأمونة بتقسط لسنوات كثيرة. انا لا اريد ان يعني ازيد الضغط السماعي عليكم في كلماتي، لكن انا اعود مرة اخرى للبداية. انا ما زلت اؤكد على سعادتي بهذا الحضور من اصدقائي، انا تقريبا كلهم اصدقائي وزملائي واساتذتي، عشان يتكرموا النهارده في معية المحامين الشبان. الناس لازم تدرك انه المهم في الموضوع ايه قيمة ان احنا نكرم الاستاذ فوزي السخاوي مثلا. هو مش محتاج حاجة، لا مش محتاجنا. وهو يعني انا اعتقد لو نزل يجاملنا. لكن احنا محتاجين، انتم محتاجين تشوف النموذج المحترم من المحاماة. النموذج الناجح من المحاماة. النموذج الناجح من الأداء المهني الرفيع اللي يبقى قدوة ليك في بداية حياتك وفي مستهل حياتك. فأنا بقول لأبنائي أبناء المعهد والشباب من المحامين، لازم تتعلموا من أساتذتكم، لازم تسيروا على ذات الضرب اللي ساروا عليه، وتتعبوا بذات القدر اللي تعبوا بيه وأدوا بيه وواجهوا بيه،
علشان يصلوا إلى هذه المنطقة العليا في السمو والرقي اللي أنا بأفاخر فيه. المحاماة مش مناطق جغرافية، المحاماة بحر كبير جدا، جزء منه يقع في شبين وجزء منه يقع في اسكندرية وجزء يقع منه في أسوان، لكن في النهاية المحاماة واحدة. وما والقيمة اللي انتم بتكرموها النهاردة هي ذات القيمة اللي تتكرم في اسكندرية وفي أسوان وفي مطروح وفي كل مكان. تحية، وأنا أرجو أن تحيوا معي بشكل واضح شيوخنا ورموزنا وأساتذتنا اللي احنا بنكرمهم اليوم. كل سنة وانتم طيبين، ونبدأ لك.